ومن دبي تنضم إلينا محللة أسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية تحدثنا عن تعاملات الأسواق وأسواق العملات في الشهر الأول من هذا العام، كيف تصفينه كجردة حساب على سبيل المثال؟ أهلا بك أحمد. بالفعل إذا نظرنا إلى مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع من بداية عام 2022، نحن نتحدث عن 1.62%، يعني ارتفع خلال الشهر الماضي، لكن يفتتح يظهر الشهر على تراجع، واستمرت تراجعات منذ أمس، عم نشوف بعض التراجعات، لكن في ظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نوعا ما بعض الانخفاضات اللي عم نشاهدها. بالتالي يعني هناك ربما بعض الأسباب التي أدت إلى قراءة السوق، وبالتالي شفنا هذه التراجعات هو بسبب تصريحات من بعض أعضاء الفدرالي الأمريكي أنه أي رفع لأسعار الفائدة لن يكون أو يؤثر يعني على النمو الاقتصادي، فبالتالي سيكون ماري دالي قالت انه بيكون رفع اسعار الفائده في مارس، لكن يجب دراسه البيانات، ويعني هون عم تسعى الاسواق انه ما راح يكون رفع اسعار الفائده ب 50 نقطه اساس، فقط الرفع لاسعار الفائده في مارس بعد انهاء برنامج شراء السندات فقط بواقع 25 نقطه اساس، لكن الدولار بشكل عام في ارتفاع متوقع أن يرتفع أكثر في ظل عدة عوامل، وكما ذكرنا تجديد السياسة الفدرالية أو سياسة الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة ربما يكون عدة مرات وربما 6 مرات، وأقلها عم نحكي عن 3 أو 4 مرات أن يكون الرفع، فبالتالي هذا يكون داعم للدولار الأمريكي نحو الارتفاع. أيضا التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، فيعتبر الدولار كطل يعني هون بيطلب الدولار كملاذ آمن في حال أي أوضاع جيوسياسية، وأيضا في حالة انخفاض الأسهم أيضا وعملية جني الأرباح بيكون هناك التوجه ايضا للدولار الامريكي يعني بواسطتها بتم تغطيه الاصول الاستثماريه باللجوء الى الدولار، فمؤشر الدولار الامريكي متوقع المزيد من الارتفاع، لكن وبالتالي عم نشوف بعض العملات عم ترتفع مقابل الدولار وبعضها الاخر عم يرتفع، هذا بيعتبر يعني اليوم مثلا عم نشوف الين الياباني الفرنك السويسري ايضا هي عملات يعني في حال اي اوضاع او توترات جيوسياسيه في المنطقه بنشوف الطلب عليها. نعم لينا، فيما يتعلق في منطقه اوروبا يعني الترقب واضح لقرارات المركزي الاوروبي وايضا بنك الجترا الذي من المتوقع خلال تعاملات هذا الاسبوع ان يفصح عن نيته او رفع اسعار الفائده او البقاء عليها ضمن هذه المستويات، كيف تتاثر الاسعار في اوروبا تحديدا اليورو وايضا هذه الاسعار تتعامل تترقب أيضا القرارات من المراكز والبنوك المركزية؟ نعم بالفعل، يعني اليورو كان خلال الفترة الماضية نحن نتحدث عن اتجاه هابط أمام الدولار الأمريكي، لكن عم نشوف بعض الارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي يعني فوق مستويات 1.12، لكن حتى نقول إنه الاتجاه صاعد يجب الثبات فوق 1.1280 أو 1.13 حتى نكون نقول إنه الاتجاهات صاعدة، لكن عم نشوف إنه اللي عم بيدعم اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين خلال يوم واليوم وفقط عفوا خلال أمس واليوم هو فقط ارتفاع عوائد السندات الألمانية التي ارتفعت، وبالتالي فارق بين عوائد السندات الألمانية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد تقلص هذا الفارق وصب في صالح عوائد سندات الخزانة الألمانية، فهذا دعم اليورو، لكن بشكل عام اليورو في الاتجاه الهابط، لأن إذا تحدثنا عن تجديد السياسة النقدية هي مختلفة من حيث توجهات البنك المركزي الأوروبي عن الفدرالي الأمريكي من حيث تجديد السياسة النقدية، غير متوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي
في اجتماعه هذا الأسبوع بأي قرار في تجديد السياسة النقدية. سيكون هناك مثالة سياسته تسهيلية، ربما يتحدث عن إنهاء برنامج شراء الطوارئ فقط، برنامج شراء سندات الطوارئ فقط، يعني ولن يكون هناك أي حديث عن تجديد السياسة النقدية. يعني ينتظر عدد من البيانات الاقتصادية الأكبر لحتى يتم في اجتماعاته القادمة أن يكون هناك أي تجديد للسياسة النقدية. إلى الآن يعتبر أن التضخم سوف ينخفض وأن الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم، خاصة أنه هناك شفنا متحول أوميكرون وارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس كورونا بشكل عام وبتحول أوميكرون بشكل خاص. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.